النقطة التانية لازم تكونوا يعني تاخدوها مننا احنا في كمصريين وكرئيس للدولة المصرية، انا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر. ده أمر، دي إرادة سياسية. وبالمناسبة لازم تكونوا عارفين ان الشعب المصري لن يقبل ان يكون في اي شكل من اشكال الممارسة العنيفة او الديكتاتورية او عدم الاحترام لحقوق